منا متألقة النهاردة بدرسس حلو قوي. منا قولي لي انت هتعملي ايه الفترة الجاية؟ عندي حاجات كتير قوي، سينما وتلفزيون وحاجات كتير. الله اكبر، ما حضرتيش مهرجان القاهرة ليه؟ ماليش المهرجانات. مالكيش في المهرجان ولا ما يعني انا لا قولي لي مصحاش. انا بروحش في حته ماليش تواجد فيها، يعني انا اروح حته مثلا اذا عندي تكريم. انا برضو انا برضو كان عندي سؤال، هو احنا شفنا ناس غريبه جدا على الريد كاربت، ومنا فضالي اهي ما كانتش موجوده، فالحاجه تضايق جدا. الحمد لله انا مش موجوده. وعاوز اقول لكم ان منا النهارده قمر ومتالقه وانا بحبها جدا، وهي صديقي صديقي الصدوق، وهي عملت توك توك عشان كانت بتقول لكم كوت كوت. انت قلتي عليه حاجه زمان معايا، هو مش عارفه كوت مش عارفه اسمه ايه، هو كوت مره. حبيبتي يا من حبيبتي، كل سنه طيبين.